البنية التحتية عليها عنا أزمة صارت، يمكن ما مثلاً ماي عم نشتري ماي بهيدا الوقت، لأنه كمية الماي اللي بتوصل عليه لنعتبر إنه هي بتكفي 2000 شخص، اليوم صار عنا 10,000، فعنا أزمة ماي. لليوم الدفاع المدني مشكور، والشباب عم يقدروا يأمنوا ماي للاستعمال للمراكز، بس كمان الكمية مش كافية، لأنه حتى مع عدات الدفاع المدني مانا كافية لتجي مرتين وثلاثة على المدارس وتأمن كمية ماي. اليوم مثلا مارون عبود بحاجة لخزانات ماي، لأنه عدد النازحين فيها صار كتير كبير، ما كمية الماي بالمدرسة اللي عم تتأمن ما عم تكفي الناس اللي هم موجودين، وهذا الوضع إذا استمر أكيد تودي لأوبة أو أمراض. النفايات البلدية عم تجرب قد ما فيها تشيل هالنفايات، نحن سيتي بلو بتجي بتعمل بتاخد النفايات من عليه، بس كمان الوضع الاقتصادي قبل هالأزمة كانوا قللوا، يعني بتعرف الأزمة الاقتصادية كانوا بدل ما يجوا 3 مرات أو 4 مرات صاروا عم يجوا مرتين الشركة، فهلأ صار في عدد كمية نفايات أكبر، عم نجرب نحن البلدية نجمع هالنفايات بطريقة ما تحت تالي تتجمع تتجي ستي بلو وتخلق. نحن اشتغلنا بتعرفي يعني النزوح كان كتير كبير، الصدمة كانت كتير كبيرة، ولكن يمكن لأنه كنا شوي محضرين من قبل، كان عندنا خلية أزمة من وقت الكورونا ولليوم مستمرة. وقتها بلش يوصلوا أهلنا من الجنوب كان كنا منظمين إلى حد إنه نقدر نوصلهم على المدارس، نعرف الأعداد تبعهم، كيف في عنا داتا كاملة عن كل اللي موجودين عنا بالمدارس. مع الأسف مراكز الإيواء عم تزداد، لأنه بتعرفي الوضع في عمان وعم يروح للأسوأ. كنا مجهزين يمكن لعدد معين، وكنا من أول المستجيبين المحنة أنا بسميها اللي عم نمرق فيها، ولكن الأعداد الكبيرة ما عم تسمح لنا نقدم كل التقديمات اللي لازم تتقدم لهالناس، لأنه أنتوا بتعرفوا نحن بعلي بهمنا أنه الناس تكون موجودة عايشة مرتاحة وبكرامتها. في عنا مراكز، احتياجات المراكز بتختلف من مركز لمركز، في مراكز لنقول بحاجة نعملهم مطبخ يقدروا يصيروا هن يطبخوا، في مراكز كل المراكز بحاجة لمخدات، في مراكز بحاجة لحليب للولاد، في مراكز بحاجة لحفاضات، في مراكز عندنا فنون ذوي احتياجات خاصة اللي هن ما بيقدروا يتحركوا، ما في معدات اللي تقدر تساعديه فيها، في مركز في ولد عنده توحد، كيف بده يكون موجود بين أعداد عرفتي يعني. في قصص لما بتنزلي على الأرض بتشوفيها بتقولي نشكر الله إنه بعدنا قادرين، بس نحن بعد شوي بتعرفي نحن منطقة جبل، يعني نحن بعد شوي ببلش البرد، بعد عنا مراكز ما عندهم فرش وحرامات، وإذا لحق وبلش البرد صار بدنا تدفئة، يعني صار الحرام والفرشة اللي أمنتوا ليه بطلت حتى كافي هيدا بالمراكز اللي مأمنه.